مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من بين قوسين. في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور ووصول البلاد إلى حافة الانهيار وانحدار أكثر من 85% من سكان الجمهورية إلى ما تحت خط الفقر ونضوب المال العام من خزينة البنك المركزي بعد استنفاد الاحتياطي العام المحلي والأجنبي وعجز الميليشيا عن دفع رواتب الموظفين حتى بالعملة التالفة التي صارت محل سخرية واستهزاء، في المقابل وحده المواطن يدفع الثمن الأكبر لانهيار مؤسسات الدولة الإدارية والإيرادية بيد ميليشيا الحوثي والمخلوع. في حلقة اليوم من بين قوسين سنناقش انعكاسات الوضع المتدهور على محدودي الدخل والفقراء ونبحث الحلول الممكنة للتخفيف من آثار هذا الانهيار الاقتصادي. في البداية يسرني الترحيب بضيوفي في هذه الحلقة. سيكون معنا عبر السكايب من ماليزيا الدكتور والأكاديمي فيصل علي، وكذلك سيكون معنا أيضا من ماليزيا الدكتور سليمان الناصر، وعبر الهاتف من الرياض عضو اللجنة الاقتصادية العليا محمد حلبوب، على أن ينضم إلينا أيضا الصحفي همدان العلي، وكذلك سيكون معنا من صنعاء أحمد نور الدين المدير التنفيذي لمركز دعم الأعمال بنادي الأعمال اليمني. قبل النقاش نذهب لفاصل قصير ومن ثم نعود. حياكم الله مشاهدي الكرام. إذن أبدأ هذه الحلقة مع الصحفي الكاتب الصحفي همدان العلي من الرياض. مساء الخير أستاذ همدان. مساء النور. أهلا ومرحبا بك همدان. في البداية لو تحدثنا ووضعتنا بصورة عن الوضع الذي وصل إليها المواطن اليمني في الداخل بعد التدهور الاقتصادي الحاصل، عدم صرف رواتب الموظفين ومن صرفت رواتبهم ربما من العملة التالفة الذي تم إعادة تدويرها ولم تعد صالحة للاستخدام في السوق. بالتأكيد نحن نتحدث عن أكثر من سنتين من قبل، يعني مارس 2014 أو مارس 2015، نحن نتحدث عن حروب سابقة مرت بها اليمن، وهذه كان لها انعكاسات سلبية على المجتمع اليمني، لا سيما التجمعات السكانية الفقيرة التي غالبا ما تكون أو تركزت في المناطق الغربية امتدادا من سواحل حجة وصولا إلى لحج وما بعد تلك المناطق. نعم. انعكاسات الحرب على المجتمع اليمني سيئة جدا، وفي تفاقم يعني مستمر، ونحن نتحدث عن يعني 14 مليون يمني بحاجة ماسة إلى يعني إلى يعني المساعدات الغذائية السريعة. نتحدث عن 1,300,000 أو 1,400,000 طفل مصابين بسوء التغذية. نتحدث عن 20 مليون يمني بحاجة إلى مياه صالحة للشرب. يعني أرقام مهولة، يعني وصفت من قبل المنظمات الدولية هي الأكبر يعني من نوعها على مستوى العالم. نعم. السيء اليوم أن الفئات الأشد فقرة في المجتمع اليمني استنفدت كل أساليب التكيف مع الحياة الجديدة والطارئة التي نتجت عن الحرب، وبالتالي يعني بدأت باللجوء إلى ممارسات قد تكون غير صحية ويعني ترافقها كثير من الأخطار الأمنية، والهدف فقط بهدف البقاء على قيد الحياة. والأسوأ من ذلك، ومع ذلك نجد جماعة الحوثي أو سلطة الأمر الواقع قد سخرت كل إمكانيات الدولة لما يسمى بالمجهود الحربي. نعم. وتناست تماما التزاماتها تجاه هذه الفئة المحطمة، وتعتمد بدرجة أساسية على التسول من المنظمات الدولية الغير قادرة أو غير القادرة على تلبية احتياجاتها. نعم. أمام هذا الوضع المتدهور والمتردي أستاذ همدان، الكثير يتعجب ويتساءل أين ذهبت أموال الشعب، أين ذهبت بها الميليشيا، ربما اختفت تماما من السوق سواء العملة الصعبة أو حتى العملة المحلية. يعني هناك أول شيء هناك عملية شراء لذمم كثير من القبائل، هذا أولا.
هناك عمليات واسعة من الفساد، ربما يعني الجميع يطلع على أخبار تتحدث عن ممارسات فساد عبر وثائق تنشر. هذه أيضا يعني أنا أعتقد شخصيا كشخص عمل كثيرا في مجال مكافحة الفساد أن الفساد الذي تم خلال السنتين الماضيتين هو الفساد يعني الأكبر في المنطقة في المرحلة الحالية، يعني الفساد الذي أفلس دولة. نعم. وهذا أمر الحرب أيضا تأكل كل إمكانيات الدولة، يعني نحن دولة إمكانياتها ضعيفة. يعني قبل الحرب كان لدينا اقتصاد ضعيف، قبل الحرب كنت أتجول لعمل بعض المواد الصحفية الإنسانية، وجدت قرى بأكملها في الحديدة تأكل من مكب القمامة، يعني في الحديدة قرية المهوب وما حولها. يعني كنا قبل الحرب أصحاب اقتصاد سيء، وجاءت الحرب وأكملت كل ما هو متبقي من مقومات الحياة. نعم. لماذا لا تعير الميليشيا أستاذ همدان أي اهتمام لهذا المواطن المطحون، وأيضا كما تعلم هم السبب الرئيسي في إسقاط كل مؤسسات الدولة ودخول البلاد في هذه الحرب، ولا زالوا كل يوم ربما حول البلد إلى سوق سوداء لمصالحهم فقط؟ من متى كانت الميليشيات تهتم بأمر المواطن؟ لم يحدث هذا سواء من قبل أو من بعد. الميليشيات تأتي دائما لتمتص قدرات وإمكانيات الدولة بشكل عام، والمواطن بالنسبة لها آخر ما تفكر بها. الميليشيات اليوم تسطو على مخصصات المستشفيات من المشتقات النفطية، ويموت الناس في المستشفيات وينتظرون إن لم ينتظروا مساعدة من المنظمات الدولية. يعني الميليشيا تأخذ يعني ما يخص هذه المستشفيات ومراكز الكلى ومراكز القلب، والناس يموتون لولا مساعدة الدولية هي التي تأتي لمساعدة هذه المستشفيات وتغطية أو تسليمها يعني مشتقات نفطية. وبالتالي عندما نتحدث عن ميليشيا لا يمكن يعني أن نجد فيها شيء من النفس أو نفس إنساني. نحن نتحدث عن آلة، يعني آلة متوحشة فقط جاءت لتقتل وتبسط وتنهب. نعم نعم. طيب همدان، اسمح لي أن نشرك معنا في الحديث عبر السكايب من ماليزيا الدكتور والباحث فيصل علي. مساء الخير دكتور. مساء الورد، أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بك دكتور. أنت يعني متابعتك ومن خلال ما تتابع للوضع الاقتصادي المتردي في اليمن وفي الداخل، اليمن إلى أين تذهب بعد أن ربما الميليشيا بدأت تعمل تدوير للعملة اليمنية التي ربما لم تعد صالحة للاستخدام؟ الحقيقة تفاجأنا كلنا بهذه العملات التي سحبت من الأسواق على فترات ماضية. كنا نعتقد أن البنك المركزي أو الجهات المختصة تقوم بإتلاف هذه العملات، لكنهم احتفظوا بها وكأنهم يعلمون أن يوما من الأيام سيستخدمونها. نعم. هذه العملات ربما فقدنا الاتصال بالدكتور فيصل علي. نشرك معنا أيضا الدكتور سليمان الناصر. مساء الخير دكتور. مساء النور، اهلا ومرحبا بك دكتور. قراءة ربما من جانب متخصص، انت متخصص في هذا الجانب ومهتم بالشأن الاقتصادي، بعد ان الميليشيا بدأت تستخدم العملة التالفة وإعادة تدويرها، ربما اغلب الموظفين لم يستلموا رواتبهم، الوضع الاقتصادي متردي، العملة تنهار، الى اين تذهب اليمن؟ تعيش البلد حاليا عدم استقرار سياسي ناتج عن الحرب الحاصلة في اليمن. الشعب اليمني حسب التقارير الواردة من المنظمات الدولية هناك 21 مليون فاصلة 2 شخص في حاجة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة. نعم. هناك 19 مليون شخص في حاجة إلى خدمات المياه والصرف الصحي. هناك 14 مليون شخص يفتقرون إلى الرعاية الصحية المناسبة. نعم. الموضوع الحرب أثرت بشكل أو بآخر على أهمية أو ما نستطيع قوله الأمن الغذائي. نعم. المنتجات الفاسدة، الأدوية الفاسدة بدأت
تدخل إلى اليمن نظرا للطلب نظرا لعدم وجود ترتيب لدخولها. فبالتالي هذا يؤثر كتداعيات على حياة المواطن وخصوصا ذوي الدخل المحدود أو المواطنين دكتور سليمان يعيشون تحت الفقر. دكتور سليمان لو اقتربنا أكثر وصلتنا الضوء بصورة يعني التبعات التي ستترتب على الاقتصاد الوطني المتدهور أصلا بعد أن تم تدوير عملات تالفة وأصبحت هي المتداولة في السوق المحلية. هذه التبعات ستكون كارثية على المواطن اليمني، لن يستطيع الحصول على رواتبه خصوصا الموظفين في الدولة. هناك العديد من الموظفين في القطاع الخاص ربما خرجوا من أعمالهم تماما، لا ليس لدينا، هناك أعداد كبيرة جدا. التبعات ستزيد من مستوى ومعدلات الفقر بين المواطنين اليمنيين، ولها لها تبعات كثيرة. هناك تقارير إلى ما يشير. نعم دكتور سليمان، إلى ما يشير إعادة استخدام عملة تالفة، ويعني يعني مثلا لو أي دولة استخدمت مثل هذه العملة وتعمل على إعادة تدويرها من جديد وقد كان اتخذ قرار بإتلافها، يشير إلى ماذا فيما يخص اقتصاد دولة؟ يشير إلى ذلك بشكل واضح، يشير إلى عدم وجود عملة في واستنزاف للعملة في البنك المركزي. نعم طيب دكتور. نعم طيب دكتور، تكرم بالبقاء معنا دكتور سليمان. سنذهب الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة بعض التصريحات، من خلالها نتابع الآثار السلبية للتدهور الاقتصادي على معيشة الناس وظروفهم الحياتية. نتابع هذه التصريحات ومن ثم نكمل النقاش. لا رواتب ولا شيء، ولا أسعار مرتفعة لا فوق لا أعلى، يعني شو الحكومة تنظر إلى تلبية حاجة المواطنين، وأنا يوفروا الرواتب على الأقل في البريدات. كل حاجة يعني نار في الرواتب محلاش، والرواتب مش موجودة، وعمل المواطن يريد يعني الأسعار تهطفت شوية، الجهال مع الجهال أرباح. بس هي زادت شوية عشان الاستهلاك، ففي أغلب التجار الآن يستوردوا بالدولار السعودي، وقلة السعودي والدولار بالسوق اليمني ما في، أنه تشتريها بالسوق السوداء بزايد، تستوردها بزايد. فلازم تكون السلع عندك زايدة. السنة هذا زادت الأسعار غلط، كل شيء غالي، والجوال ما شاء الله اللي معه كم 7 ولا 6 يسوي لهم، وما فيش رواتب ما فيش أي حاجة عادة، خاصة الملابس، ملابس العيد يعني زايدين البدلة عليها بخمسة بسبعة بثمانية ألف. قبل كل شيء نعاني بنقص من الارتفاع، نعاني من ارتفاع الأسعار. لهذا السبب نحن نناشد الحكومة اليمنية أن يصرفوا الرواتب. العيد هذا نكدوا وضباحوا كله، اشتوا ثياب، اشتوا راشان، اشتوا كل حاجة، كل شيء غالي، كل الأسعار طلعت فوق، والحكومة ضايع. الأسعار شوية غالية يعني بالنسبة للصرف، هو الذي أدى إلى هذا ارتفاع الأسعار، وإذا إن شاء الله العملة أنها ضبطت تعود الحياة كما كانت. والذي يدفع الفاتورة هو المواطن اليمني، ورجال الحكومة أن تنقض العملة. حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام. إذا تابعنا بعض التصريحات عن معاناة المواطنين بسبب غلاء الأسعار وتدهور الوضع الاقتصادي. يعود إلى ماليزيا مع الدكتور فيصل عبر السكايب. دكتور عدنا لك من جديد، كنا قد فقدنا بك الاتصال قبل قليل. إذا نظرنا الآن، أنا كمواطن يمني في الداخل، ما هو ذنبي أن أستلم عملة مهترئة، عملة لم تعد صالحة حتى للتداول في السوق المحلية؟ مهام الحكومة الآن الشرعية ما الذي يجب عليها أمام المواطن على الأقل في المحافظات المحررة؟ لا نتحدث على المحافظات التي لا زالت تحت سيطرة الميليشيا. إذن في مشكلة، أعتذر منك دكتور، ربما مشكلة أيضا في الصوت. دكتور أعتذر منك، أعود إلى الأستاذ همدان العلي. أستاذ همدان عدنا لك من جديد، إذا كما تحدثت مع دكتور فيصل، ما هو ذنب المواطن أن يستلم راتبه بالعملة التالفة التي لم تعد صالحة في السوق المحلية؟ لا نتحدث عن المناطق أو المحافظات التي لا زالت تخضع بيد الميليشيا، أيضا المحافظات المحررة الأخرى. أنت تسألني على فئات من المجتمع
إلى حد الآن ما زالت تستلم مستحقات مالية. نعم. ومن خلال التقرير الذي أو التصريحات التي سمعناها قبل قليل، ربما يعني هؤلاء من يعني فئات المجتمع متوسطة الدخل. أين نحن الأصل أن نسأل بشكل يعني شفاف وبشكل قريب، أين نحن من الناس الذين لا يجدون، الذين ليس لديهم مرتبات أصلا؟ يعني أنا أعرف أن هناك أسر في تعز وفي الحديدة وفي لحج تأكل ما يعني شجرة الحلف، ربما تعرفونها. نعم. نسميها بالعامية الحلف. نعم. هناك أسر يعني تعتمد على وجبة واحدة تافهة جدا ليس فيها أي قيمة قيمة صحية لأطفالها في اليوم الواحد. هذه يعني ما هو مصير مثل هذه الأسر إذا كانت تعتمد ربما خلال الفترة الماضية على ما يجود به بعض الأشخاص الذين يستلمون مرتبات من الدولة. نعم. بالتالي عندما لا يستلم هؤلاء أو كم هائل من الموظفين في الحكومة مرتباتهم أو يستلمون يعني بعملة يمنية مهترئة، هذا الأمر أيضا سينعكس على الأشخاص الذي لديهم رواتب وعلى الفقراء أو المعدمين بشكل عام. هناك نعم. مشكلة حقيقية، ويعني ربما البعض يتحدث أن هناك انهيار قادم. الانهيار حادث اقتصاديا ومعيشيا، انهيار حادث. يعني عدسات التلفزيون لا تصل إلى مناطق، ربما كثير من الأطفال يموتون بسبب سوء التغذية. نعم. تفضل. نعم. طيب همدان، كما تعلم هناك يعني تحدث أخبار بأن الحكومة ربما كان في عام 2013 طبعت من العملة المحلية ما يقارب 30 مليار ريال، والميليشيا أخذت هذا المبلغ وتعيد تدوير عملة تالفة. هذه المبالغ، لماذا الميليشيا تحاول استنزاف كل المبالغ سواء محلية أو من العملة الصعبة وتخفيها عن الـ عن الـ عن الـ عن الداخل وعن تسليم أي يعني التزامات أمام المواطن في الداخل؟ أنا شخصيا ليس لي أو ليس عندي علم واسع بالجوانب الاقتصادية هذا، لكن أعتقد بشكل عام جماعة الحوثي بحكم أنها عصابة فقط معنية بالحرب، فهي تحاول توفير كل إمكانيات الدولة وتسخيرها للعمليات الحربية ولملء خزانات زعماء الجماعة. هذا هو الهدف الأساسي الذي يحدث. غياب العملة وغياب مدخرات الدولة أو نهب مدخرات الدولة الهدف منه يعني تغذية جبهات الحرب، ويعني تقديم رشاوي لزعماء القبائل وتوزيع مرتبات ومخصصات مالية للموظفين الذي تم إدخالهم في مؤسسات الدولة يعني بشكل متسارع خلال الفترة الماضية. نعم. المسؤولية الآن أمام الدولة، أمام المنظمات الإنسانية، من بالدرجة الأساسية أستاذ همدان ممكن لو كان هناك تحرك سيعمل على التخفيف من هذه المعاناة على اليمني في الداخل؟ المنظمات الدولية يعني قدمت أكثر من مرة يعني نداءات للمجتمع الدولي لتقديم الدعم للشعب اليمني، وأعتقد أنها تحدثت مرارا أن الدعم الذي يصل يعني لا يلبي احتياجات المرحلة اليمنية، ربما يصل إلى الربع. الدولة اليمنية بحاجة إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني، هي مطالبة يعني أقصد حكومة الشرعية يجب أن تبذل يعني يعني قصار جهدها في أنها ترفع المعاناة من الشعب اليمني. أما سلطة الأمر الواقع فيعني يعني لا أعتقد أننا يجب أن نؤمن عليها خيرا، يعني هي نعم. سلطة مستبدة يعني مجرد إصابة تنهب مؤسسات الدولة، وأعتقد أنه من العبث الحديث أو مناشدتها في تحسين أوضاع الناس لأنها ليست معنية بهذا الأمر وإنما حكومة الشرعية. نعم. طيب أستاذ همدان ابقى معي، أعود إلى ماليزيا مع الدكتور سليمان الناصر. دكتور سليمان، الحلول التي تراها من نظرة اقتصادية ربما تغير وتحسن من الوضع الحالي لتدهور الاقتصاد ما هي؟ هناك العديد من الحلول المقترحة التي ممكن من الممكن أن تساهم في تخفيف المعاناة على المواطنين اليمنيين. وقبل البدء في الحديث عن هذه الحلول أخي العزيز،
أتمنى أن يتم تسليط الضوء بشكل أو بآخر على الفساد في توزيع المساعدات الغذائية والفساد في توزيع الأموال التي تأتي من المنظمات الخارجية. هناك الكثير من عمليات التلاعب تتم في هذا الجانب من قبل لا ندري كيف يتم تسليم بعض المساعدات إلى جهات معينة لا تصل بالضرورة إلى الأشخاص المستحقين. هذه أهم وما نستطيع أن نقوله أنها من أهم العوامل التي قد تساهم في تسريع عملية الإغاثة الإنسانية، في تسريع عملية وصول المساعدات إلى أيادي المستحقين. هذا العامل الأول. العامل الآخر هو المزيد من المشاريع الإنسانية التي نتوقع من أهلنا وأبناء عمومتنا في التحالف وفي الخليج، خصوصا في المناطق التي يعتمد فيها المواطنون على دخل شهري لا يكفي لحياتهم اليومية. نسمع عن مشاريع معينة تقوم بها دول في المحافظات الجنوبية، ولكن نتمنى منهم أن يكون أو أن تكون هذه المشاريع ذات جدوى كبيرة جدا ومهمة من حيث وخصوصا على سبيل المثال في مدينة عدن الكهرباء. نسمع أن هناك مشاريع ستأتي من دول، ولكن إلى الآن لم تتم بشكل كامل. نعم أفهم من كلامك. نعم نتمنى منهم أن يستمروا في هذا الجانب. نعم دكتور سليمان، أفهم من كلامك أنه لا بد من هناك من تحرك جاد من قبل قوات التحالف الدول التحالف العربي وأيضا المجتمع الدولي بتقديم المساعدات علّه يسهم بشكل أو بآخر من التخفيف من معاناة اليمنيين في الداخل. شكرا جزيلا لك الدكتور سليمان ناصر، أكاديمي مهتم بالشأن الاقتصادي. أعود إلى الدكتور فيصل علي عبر الهاتف. دكتور عدنا لك من جديد. ربما الميليشيا في الأسبوعين الماضيين بدأوا يتحدثون عن حملة رمم عملتك، ربما بعد الحملة السابقة من لديه بيت يذهب لترميمه في القرية بسبب الحرب التي يشعلها على اليمنيين، الآن رمم عملتك. كيف تقرأ هذه الحملات التي تطلقها الميليشيا بعد أن أسقطت كل الدولة ومؤسساتها؟ الميليشيات في حقيقة الأمر وصلت إلى مرحلة الإفلاس السياسي، حيث ذهبت إلى جنيف واحد اثنين والكويت وأثبتت فشلها سياسيا، ليس لديها القدرة على التعامل مع الآخرين، ليست يعني قادرة على أن تمضي قدما في العملية السياسية. أيضا أثبتت اليوم أنها فاشلة اقتصاديا، ليس لديها القدرة على إدارة المنطقة التي تقع تحت تأثير أو تحت نفوذها التام. هي تستطيع أن تبعث في المواطنين الياس وتزيد من حدة الاحتقان. أخرجت هذه العملات السيئة الغير صالحة للاستخدام، لا يستطيع الموظف أن يستخدمها، لا يستطيع أن يرفضها. اليمني في حالة احتقان حقيقي. اليوم الموظف كثير من الموظفين لا يستلمون رواتبهم لأن البنوك رفضت التسليم. هذه سياسة خاطئة يعني على الشعب اليمني كما قلنا سابقا، أن يطلق صيحته أن يسألهم أين ذهبت إلا العملات الصاحبة الاستخدام. يقولون على الناس هذه حرب، وهذه الحرب اقتصاديا لم تفعل من قبل التحالف ولا من قبل الشرعية. إلى الآن البنك المركزي ما زال يعمل من صنعاء، ما زالت المساعدات تدخل صنعاء بشكل طبيعي، لا يوجد هناك حصار اقتصادي بالمعنى الفعلي، وخاصة مع وجود هذه الحرب. ودول التحالف راعت الجانب الثاني بشكل كبير، لكنهم هم الذين يحاربون الشعب اليوم، وهم من يتسببون في هذه الكارثة. على الشعب اليمني أن يتحمل مسؤوليته ويخرج في المناطق الغير محررة. المناطق المحررة الشرعية ما زالت مكثرة فيها كما تفضلتم وتفضل الزملاء قبل قليل، على المواطنين في الأماكن التي لم تتحرر أن يخرجوا أقل شيء في مظاهرات. نعم. أن يقولوا لهؤلاء السفهاء أنتم في حقنا، نحن موظفون بيروقراطيون
لا علاقة لنا بالسياسة، نريد مرتباتنا. نعم. طيب دكتور، برأيك لماذا يتحمل اليمنيون كل هذه التبعات ولا يخرجون كما تحدث ضد الميليشيا في المحافظات التي تسيطر عليها ويطالبون بحقوقهم؟ هذه نتيجة لطبيعة الشعب اليمني وتكوينه البيئي والاجتماعي، يصبر كثير لكن هذا الصبر لن يطول. طال صبرهم على علي عبد الله صالح 33 سنة، وفي 2011 خرج الشعب بأصواته. هؤلاء الناس لبسوا على العالم، لبسوا على الشعب اليمني أنهم خرجوا بألف جرعة بألف ريال. اليوم فقط ريال صار من السوق، الأسعار ارتفعت إلى السماء، العملات انتهت وضابت وتبخرت. أتوا لنا بعملات القرن الماضي من العملات الثالثة والتي هي صالحة للاستخدام وغير صالحة للتداول وغير صالحة لأن يمسكها المواطن بيده. الشعب اليمني صبر كثيرا وهي من طبيعة الصبر، لكن هذا لن يطول، سيخرج الشعب اليمني حتما في المحافظات التي ما زالت لم تتحرر. الشعب اليمني ينتظر تقدم قوة الشرعية من ذات سلواح خولان، الجدعان خولان صنعاء، وينتظر من اتجاه ومن كل الاتجاهات. لابد للحرب العسكرية أن تتواصل وأن تكون أسرع مما هي عليه الآن حتى ينقذ الشعب اليمني الذي يتعرض الآن لحرب اقتصادية داخلية تمارس ضد الناس، لأنهم لم يخرجوا أولادهم للقتال كما ينبغي، لأن هؤلاء الناس تركوا الحوثيين في منتصف المعركة. أعلم أن الناس يعني من تواصلنا مع أهلنا وأصدقائنا في الداخل، الناس لا يريدون هذه السلطات الأمر الواقع ولا يتعامل معها كما هي، ولذلك هي تعاقب وهم تعاقب الشعب اليمني. نعم. طيب دكتور، 21 سبتمبر اللي فيها نعم دكتور تكرم الحكومه دكتور اسمح لي نعم سنكمل الحديث دكتور، ولكن اسمح لي دكتور فيصل اسمح لي ان نذهب الان لمتابعه هذه الماده المعلوماتيه، اعدها الزميل وديع عطاء، عن مؤشرات الانهيار الاقتصادي، واقع وارقام، نتابعها ومن ثم نكمل النقاش.
حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام. إذا تابعنا هذه الإحصائيات والأرقام عن الوضع الاقتصادي المتدهور في اليمن، نرحب بضيفنا من صنعاء أحمد نور الدين، المدير التنفيذي لمركز دعم الأعمال بنادي الأعمال اليمني. مساء الخير أستاذ أحمد. أهلا وسهلا حياكم الله، مساء النور. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد. أمام الوضع الاقتصادي المتدهور، ارتفاع الأسعار، كيف يعيش المواطن البسيط في صنعاء الفقير مع استمرار الحرب وأيضا مع افتقار الجميع لأي أعمال؟ ربما بات الناس لا يعني الحصول على أي وظيفة أو أي عمل بصعوبة بالغة. والله الحقيقة الوضع الاقتصادي زي ما تفضلت يعني في تدهور، من تدهور إلى تدهور أكبر. الإحصائيات بما يتعلق بالبطالة كان قبل الحرب كانت مرتفعة، فما بالك الآن بالحرب قد تصل إلى 70 إلى 80% كما تشير بعض الدراسات. نعم، وضع الناس حقيقة يعني أصبح الآن زي ما تفضلت الوظائف تفقد، بعض الشركات وبعض المصانع يضطروا أنهم يسرحوا بعض الموظفين يعني رغم عنهم لأنهم مش بإرادتهم ما يستطيعوا شيء تحمل النفقات التكاليف. نعم، فالوضع الوضع مأساوي. نعم، فيما يخص من لا زالوا لديهم وظائف وبعد أن استخدمت الميليشيا إعادة تدوير عملة تالفة، كيف يتداول الناس هذه العملة التي لم تعد صالحة في السوق؟ والله هي حقيقة يعني الظروف هي تفرض على الإنسان أنه يتعايش ويتعاطى مع الأمر الواقع. نعم، الآن انسحاب أيضا في حركة عجيبة ما حد يقدر يفسرها، أنه انسحاب العملة اليمنية من السوق، يعني فين راحت فين اختفت، فبالتالي العملة الذي الآن نزلت إلى السوق والناس بدأوا يستلموها زي ما تفضل ثالثة، ولكن الناس يحاولوا انهم يتعايشوا معه، كل واحد يستطيع انه يعني يحاول انه يقبل العمله عشان يعيش بالاخير. الى متى سيستمر في بعض المعالجات حقيقه؟ نعم، الى متى برايك سيستمر المواطن بتحمل هذه التبعات التي لا دخل له ولا علاقه له فيها ويتحمل مشكله يعني سببها الرئيسي هي الانقلابيين؟ الى ان يتحمل حقيقه الجميع مسؤوليتهم ويعو انه الضحيه في الاول والاخير هو المواطن اليمني. نعم، يعني انا حقيقه ما اتكلم عن كل الاطراف، لازم انهم يطرحوا في بالهم انه الان الضحيه هو المواطن اليمني، لازم تكون في تناسب من جميع الاطراف. نعم، الى اي مدى تسهم المبادرات الشبابيه او المعونات الاغاثيه من المنظمات الدوليه في التخفيف من معاناه المواطنين؟ الحقيقة إذا يعني إذا أخذنا في البداية اللي هو المعونات الإغاثية، هي عمل طيب جدا وتسهم بشكل كبير، ولكن للأسف يعني تركيز المنظمات الدولية على الجانب الإنساني فقط اللي هو المعونات الإغاثية لا يعطينا نتيجة أو استمرارية فيما يتعلق بالناس في الدخول، يعني هي معالجات مؤقتة. نعم، يجب أن يعي أيضا المنظمات الدولية أن ليس فقط المعونات الإغاثية، يعني يجب أن يبدأوا يعني يعملوا في الميدان فيما يتعلق بجانب التنموي. في كثير من الشباب عندهم طموح يستطيعوا يفعلوا، يستطيعوا يشتغلوا، يستطيعوا يبدأوا مشاريع صغيرة تستطيع أنها تخفف، يعني لو كل حد عمل مشروع وظف جنبه حد يقدر يخفف. نعم، من هذه يعني من هذا التدهور. انتم في مركز دعم المال بنادي رجال الاعمال. نعم استاذ احمد، انتم في المركز التابع لنادي رجال الاعمال اليمني، ما الذي تقدموه للناس في الداخل؟ هل لا زالت هناك اي مشاريع تقدمونها؟ حقيقه نعم، احنا في مركز دعم الاعمال، احنا المركز انشئ هو بشراكه ما بين نادي الاعمال اليمني ايضا منظمه سبارك واليو ان دي بي. الهدف انه عمل يعني نساعد الشباب انهم يبداوا مشاريعهم الصغيره، زي ما انت عارف احنا يمكن في المجتمع اليمني هاجس الوظيفه دائما يسيطر على الناس، لازم الناس يبداوا يعوا الان انهم يبداوا يشتغلوا بشكل حر، يعني حتى اعمال بسيطه مش شرط انه تكون اعمال كبيره جدا ذات راس مال كبير. فاحنا في مثل نساعد الشباب انه كيف يستطيعوا انهم يبنوا خططهم، ايضا نقدم لهم جلسات، الجلسات الإرشادية، الجلسات التوعوية. نعم، وهل تعتقد أنها نعم أستاذ أحمد، هل تعتقد أن مثل هذه المشاريع لا زالت فاعلة في ظل الحرب وفي ظل إنهاء مؤسسات الدولة وفي ظل الانقلاب؟ حقيقة المجتمع المدني هو يعتبر السلطة الثالثة،
فهي مسؤولية جميع المنظمات جميع المؤسسات وأيضا الشعب في حال غياب الدولة أو في حال غياب الحكومة في الجانب الرسمي. لازم الجانب المدني يكون فعال، لازم يشتغل، لأنه هي هذه التي تستطيع أنها تخفف من معاناة الناس. نعم أشكرك. الانتظار إلى أن تأتي حلول بيكون انتظار عقيم حقيقة. شكرا لك المدير التنفيذي لمركز دعم الأعمال بنادي الأعمال اليمني الأستاذ أحمد نور الدين. عودة إلى الرياض مع الأستاذ الكاتب الصحفي همدان العلي. أستاذ همدان، برأيك إلى متى سيستمر هذا الوضع في الداخل ويتحمل اليمنيون هذه التبعات من قوتهم ومن حياتهم في ظل الانقلاب التي الميليشيا لا زالت تواصل فيه وربما لا تأبه لأي معاناة في الداخل؟ يجب أن تنتهي الحرب بما يضمن عودة السلطة الشرعية المعترف بها دوليا لكي يتعامل معها المجتمع الدولي من الناحية الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية. من الصعب جدا الحديث عن حلول اقتصادية تنقذ أو يعني ترفع من معاناة المجتمع اليمني دون عودة السلطة الشرعية، لأن المجتمع الدولي لا يمكن له أو من الصعب أن يتعامل مع سلطة الأمر الواقع التي فرضت نفسها بقوة السلاح وسيطرت على مؤسسة الدولة ويعني فجرت ونهبت وإلى آخره، وأنت تعلم التفاصيل الأخرى. وبالتالي نحن يجب أن نحرص على أن تعود السلطة الشرعية المعترف بها دوليا. المساعدات التي تصل بين الوقت والآخر هي مساعدات آنية، يعني ليست تنموية كما قال الأخ قبل قليل. والحديث عن المساعدات التنموية يجب أن يكون أو يتم من خلال التعامل مع سلطة شرعية معترف بها دوليا، وهذا لن يحدث مع جماعة الحوثي. وجماعة الحوثي تعرف هذا الأمر جيدا، ولكنها غير لا تأبه لمعاناة الناس. نعم أستاذ همدان، يعني في ظل الوضع المتدهور وزيادة معاناة الناس والتدهور الاقتصادي، أيضا هناك ربما ازدهار لعناصر الميليشيا وتجار الحروب ومن يقودون وأوصل البلد إلى هذا الحال، هم يبنوا الأرصدة من الأموال في ظل افتقار الشعب، من سيحاسب هؤلاء؟ يعني بالتأكيد أنه يعني كثير من اللصوص يبنون ثروات يعني هائلة خلال المرحلة الحالية. ربما يمكن تابعتوا صور منازل تم تشييدها في أوقات يعني قياسية، وهم قيادات في جماعة الحوثي. ربما تشاهدون السيارات الفارهة، ربما تشاهدون يعني أخبار ويعني وثائق تتحدث عن شراء يعني كثير من الأراضي. هذا الأمر هو يعني يحدث مع يعني مع أي حرب تحدث في أي مكان في العالم. كيف نستطيع أولا أن نستعيد الدولة، ومن ثم نتحدث كيف نستعيد الأموال المنهوبة؟ يجب أن نستعيد الدولة أولا، ومن ثم أعتقد أنه من السهل يعني رصد أين الأموال، ومن ثم الحديث عن استردادها. نعم، في أقل من نص دقيقة أستاذ همدان أختم معك بها، هل سيستمر وسيطول صبر اليمنيين على هذه الممارسات التي أوصلت بها الميليشيا اليمني إلى هذا المستوى؟ أنا شخصيا لا أعتقد أن الأمر سيطول، يعني الأيام حبلى بالكثير. اليمنيين هناك، أنا سأجيب على سؤال أنت وضعته لبعض أحد المتواجدين معك، يعني هناك عوامل كثيرة تجعل من يعني انتفاضة اليمنيين وثورة اليمنيين تتأخر، أسباب سياسية وأسباب اجتماعية وأسباب أمنية، لكنها هذه المسببات تتلاشى يوما بعد يوم. نعم. وأعتقد أننا يعني مقدمين على أو مقدمون على يعني على ثورة يعني ضد جماعة الحوثي تحديدا، لأنها مارست أبشع أشكال الاضطهاد في حق الشعب اليمني، وفي نفس الوقت يعني في نفس الوقت الذي يضطهدون المجتمع اليمني غير قادرين على تلبية احتياجاته وصيانة كرامته. ولهذا الناس لن يصبروا كثيرا، ربما تتابعون ما يحدث في مؤسسات الدولة في وسط صنعاء، يعني هناك يعني فعاليات احتجاجية بين الوقت والآخر، وهذه الأمور ستتنامى مع الأيام.
نعم، أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ همدان العلي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة أخيرة إلى الدكتور فيصل من ماليزيا. دكتور فيصل، الوقفات الاحتجاجية، ربما بعض المظاهرات من بعض المؤسسات التي تطالب الميليشيا سواء برواتبها أو بمستحقاتها المالية، هل يمكن البناء بأن هذا المؤشر ربما يتطور ويعني يشكل قوة كبيرة ضاغطة على الميليشيا من الداخل، وربما باتت أيام الميليشيا قريبة؟ يا أخي الكريم، الحركات الشعبية التي تطالب بالحقوق هي التي تنتصر دوما. لو استمرت المؤسسات وموظفو المؤسسات في الخروج ولو كان بشكل بسيط وشكل جزئي، إلا أنه سيتطور بشكل كبير، لأنه ليس هناك اتجاه من قبل سلطات الأمر الواقع في صنعاء لمطالب هؤلاء الناس. الآن الشعب اليمني يذل، يذل الموظف ويذل الإنسان العادي البسيط، يتم حاربتهم في لقمة العيش، يتم يعني التضييق عليهم إلى 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 أكبر حد وأقصى حد إلى أقصى حد يعني في قدرتهم على التحمل. الشعب اليمني لم يتحمل طويلا، سيخرب سيخرب. هؤلاء الناس لم يتعدوا من ثورة 2011. نعم، أشكرك. من الحركات البسيطة التي بدأت مجموعة من الطلاب أمام جامعة صنعاء، الآن الموظفين والدولة والناس البسطاء سيخرجون، ستخرج ثورة الجياع التي كانوا يهددون بها في 2014 قبل تنفيذ لهم المزعوم ومطالبتهم بألف المزعوم. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور فيصل علي المحلل السياسي، كنت معنا من ماليزيا. مشاهدينا الكرام، يبقى لنا نستعرض تعليقاتكم حول موضوع الحلقة في صفحة البرنامج على الفيسبوك. نقرأ بعضا من هذه التعليقات. الأخ ياسر عامر يعلق: برأيي الحل الاقتصادي هو نتيجة لمقدمة سابقة هي حل المشكلة السياسية، وتبعا لها ستحل المشكلة الاقتصادية التي عصفت بهذه النسبة الكبيرة من الشعب. الإصلاحات والمعالجات الاقتصادية تحدث فرقا عندما يشهد الوضع السياسي استقرارا إلى حد ما. ياسر عامر. أيضا رأي آخر من أصدقاء البرنامج: أبو أسيل شاهر يعلق: يلعب الاستقرار السياسي والأمن في الوضع الراهن في اليمن دورا رئيسيا في الاقتصاد الكلي وانعكاساته على اقتصاد المواطن، فالوضع المتردي الحالي انعكس سلبا على الوضع العام، والتدهور السياسي والأمني الذي يشهده اليمن حاليا يدفع الاقتصاد إلى مراحل تدهور خطيرة جدا يصبح إيقافها مستقبلا صعبا، ناهيك عن الحرب التي أنهكت المواطن اليمني غنيه وفقيره. ويجب معالجة هذه المشكلات باتفاق الفقراء على إخراج اليمن من الفرقاء عفوا على إخراج اليمن من الأزمة الراهنة، ليتسنى لنا طمأنة رأس المال المحلي والأجنبي للعمل على إنعاش الاقتصاد ورفض سوق العمل حتى تتمكن من معالجة فجوة البطالة التي تنعكس سلبياتها على المائدة اليمنية ومعالجة مشاكل الأمن الغذائي. أيضا نختم برأي أخير من الأخ عمر الجبلي يعلق: الصراعات السياسية الناجمة عن التفكير بالعقلية الاستحواذية والإقصائية التي أنتجتها جماعة الإنقلاب كانت هي المسبب الرئيس الذي أوصلنا إلى هذا الوضع المأساوي. الحلول تكمن في سرعة الحسم العسكري الذي سيؤدي في النهاية إلى رضوخ الجانب الأضعف والمنهزم والتسليم بالأمر الواقع والعودة الجادة للقبول بالشراكة وبما تفرزه صناديق الاقتراع لا صناديق الذخيرة. الحل يكمن في إنهاء الحرب، فما من شيء جميل في الحرب سوى انتهائها. عمر الجبلي. إذن مشاهدينا الكرام، نكون بهذا الرأي قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من بين قوسين. شكرا للضيوف الأكارم: الدكتور فيصل علي كان معنا من ماليزيا، الدكتور سلمان الناصر، أيضا الأستاذ أحمد نور الدين المدير التنفيذي لمركز دعم الأعمال بنادي الأعمال اليمني، الشكر أيضا للكاتب الصحفي همدان العلي، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. حتى الملتقى بحلقة جديدة من بين قوسين، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.